بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. الليلة الأهلي المنتشي إفريقيا يواجه بيراميدز الجريح بالدوري. متابعينا لأول مرة، رجاء اشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد. يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق بيراميدز في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي والسلام في تمام الساعة 9 مساء اليوم الخميس، بقمة منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2021. ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه من الجنوب أفريقي بوتسو موسوماني مباراة الليلة أمام بيراميدز بحثا عن الفوز من أجل مواصلة مشواره في الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة السادسة على التوالي، مستغلا الحالة المعنوية المرتفعة بعد الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على فريق الترجي الرياضي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال برباعية نظيفة بمجموع المباراتين. ويحتل المارد الأحمر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة جمعها من خوض 19 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراتين وتبقى له 8 مباريات مؤجلة. كما يبحث بيراميدز عن الفوز على الأهلي وتعويض خسارته أمام الرجاء المغربي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويأمل الفريق السماوي بقيادة مدربه الجديد اليوناني في تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة اليوم لتعويض خسارته وخروجه أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية التي تسببت في إقالة مدرب الفريق السابق الأرجنتيني. ويدخل بيراميدز مباراة الليل أمام الأهلي وهو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة جمعها في منخفض 22 مباراة، حيث فاز في 2 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 4 مباريات. موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعداد لمباراة بيراميدز، وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق الأحمر استعداد لمواجهة فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس في الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، خط الدفاع محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بنون وسعد سمير وعلي معلول، خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السلية وحسين الشحات وإلي ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايه، خط الهجوم محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن. واستبعد الجنوب الأفريقي بوتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 9 لاعبين من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة بيراميدز المقرر لها في 9 من مساء اليوم الخميس على ملعب الأهلي وي بالسلام في إطار منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري المصري. ولي سليمان، محمود متولي ومحمد هاني للإصابة، كريم ندفد ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية، وأيمن أشرف للإيقاف، ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكام وولتر بواليا لأسباب فنية. وكشف مصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان لجنة بطولات الاندية الافريقية عقد اجتماعا امس بمقر الكاف بالقاهرة لوضع الترتيبات الخاصة بالنواحي التنظيمية لمباراتي نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية. وافاد المصدر في تصريحات خاصة ان لجنة الاندية رفضت خلال اجتماعها الطلب الذي تقدم به الاتحاد المصري قبل بضعة ايام والخاص بتقديم موعد مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا والمحدد لها يوم 17 يونيو الجاري، واكدت اللجنة على اقامة المباراة في موعدها، كما نفت نقل المباراة خارج المغرب واكدت اقامتها على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. متابعينا لو عجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.